السلام عليكم. السلام مساك عليكم. الله بالخير الله يا خالد. النور كيف حالك؟ طيب الله يطول عمرك. الله يبارك فيك ساره وسلمى. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ خالد ابو حسين. اهلا احد هناك المزارع اللي هنا وهناك هذه المزرعه. اهلا وسهلا. حياكم الله. تفضل. الله يحييك. ناخذنا جوله. بعدها رحنا على مزرعه النخل وقابلنا مع الاستاذ تركي صاحب المزرعه. هو كان عاملها مزرعه خيريه، يعني الناس بيستفيدوا منها بدون مقابل، فكان شيء مره جميل ومبادره مره حلوه منه. هذه طبعا مزارع ينبع النخل، هذه العين عين حسين، وهذه احد مزارع ينبع النخل اللي تسقى على العيون. رجعت العيون الحمد لله عام 1436 بعد ان انقطعت 40 سنه. اخذنا لفه على على المزرعه وعرفنا على انواع الرطب، انواع النخل، وكانت كذا تجربه جميله. هذه النخيل تم اعاده غرسها ما يقارب لها 12 سنه، يعني هالمستوى واحد كله يعني تقريبا 12 سنه عمارها هي كلها تنتج الان. وهي ايش اكثر شيء تقدر تكبر؟ نعم يعني النخله نفسها تجري سنوات. النخله تعمر النخله طبعا تجلس حوالي 50 سنة إذا تفضل عشان المكان ضيق. 50 سنة؟ تعمر النخلة. علمنا عن عمارها وكيف نحسب العمار وكيف إنه لو هذه كم عمرها وهذه كم عمرها، علمنا كل شيء. يعني أحس الحين أعرف كيف لو لوحدي. طيب حجمها أكثر شيء إيش يقدر يوصل؟ طول يعني؟ طول. والله تفات من 15 متر إلى 20 متر ترتفع كثير. والله؟ نعم، لأن هي شامخة دائما النخلة. 20 متر أكثر شيء؟ نعم هي. وقال لي ما اعرف ليش قال لي انا بس، يعني قال لي انه اتسلق واجيب تمر من فوق. الله عليك يا طرزان، اكيد بيقول لك يا سلمى لان عيونك تلمع ما شاء الله ونفسك تتسلقيها زي الصخره اللي في الهاك. شوفي هنا اقطفي لي تمره لو سمحت. هي دي مفروض. والله تعززي امسكي لي بس هذا عشان ما يطيح. امسك لك هو بس لا تطيحي، انا حاخلي مسؤوليتي تماما. امسكيني هو يلا. ها ممسوك ممسوك لا تخاف. في طب سنة احنا طالعين ومتأكدين انه فين. لا تحركي. طيب ستأكد. حاولت اني اساعدها بس يعني انا عارفة انه مسكتي في الاخير ترى ما حد تسوي شيء. بس ما في، ماني شايفة اي تمرة، ترى هينقلب من هنا. خلاص طب انزلوا. لو انكسرت الهيلث انشورنس عليكم. اظن مربوط من فوق. ما هو مربوط، انا شايفاه مفلوت. تعالي. وانا خلاص صرت اقرر اوكي لو طحت كيف اطيح عشان ما اتعور، لو طحت كيف اطيح عشان ما اتعور. كذا علقت بالنص وبحاول احط وزني على المكان الثابت مو المكان المتهزز. هذه كانت لسه تركي. طيب قل لي فين احط رجلي. هل تتاكد؟ لا طبعا لا. مو خربانه؟ ايوه يا خربان. مليون في المية. لا هذه لا هذه؟ ما فيها شيء. ايوه خلي شد في يدك. لا اظن عرفت خلاص. أيوة. عرفت فين احط رجلي. خلي شد في يدك. استني ارجع امسك لك السلم. اي انت اهم شيء المسكه، ترى انت وينك فاهم. شوفي كذا ها. بسم الله. برافو عليك. أنا قلت لا ما هقدر أكمل، رحت عند واحدة أصغر وجبت لهم التمر من هناك.